هروب من المكسيك الى امريكا. انا ما كنحرض حتى شي واحد، انا بغيت ندير رياكشن غير على هذا الفيديو هذا. السلام عليكم الاخوان، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم. جبت لكم واحد الفيديو جديد، عمليه الهروب من المكسيك الى امريكا. عمليه الهروب من المكسيك الى امريكا. انا ما كنحرض حتى شي واحد، انا بغيت ندير رياكشن غير على هذا الفيديو هذا. شوفوا الناس فين وشنو في، كانت غامر وكذا، والله يسهل على كل واحد. هي حدود المكسيك وامريكا، هاي العائلة الأسيوية بكونوا دافعين للشخص هذا، هو بيخترق السياج وبيطلعهم. وكيمشوا حتى المكسيك، تما كاينه الحدود نتاع امريكا. وشت كي اللقطه اللي كدايره حلهم الاخر، ما عرفتش شحال باش غادي يكون حسب لهم ديك باش كيدخلوا كده، باش تعرفوا الناس راه ماشي غير حنا هنايا اللي في افريقيا اللي كنحرقوا، هذا راه اسيوي، هذا من كل دوله. وكيفاش بزاف اللي كيحرقوا بزاف، والله يسهل على كل واحد شو الواحد يدير اتونسيو من هذا الاخر. منقولوا بحال امريكا وكذا، كل واحد واش تاكل اللي كيدبر يسوفي روحو، كل اللي كيقول كل واحد كل الدنيا داقت بيه، كل واحد وكيفاش، ربي يسهل على كل واحد. نشوفوا الفيديو كامل و... الله اعلم اللي صار بعدها. Migrants attempted to cross the U.S. border between Tijuana and San Diego. San Diego and Tijuana. شتو شحال من واحد؟ أنا ماشي غير هنا اللي في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس اللي كيحرق. شوفوا المكسيك، شوف شحال ديال البشر. Mexico. We're gonna build the wall. We have no choice. Have no choice. Build that wall. Build that wall. Build that wall. So. شارع هذا كامل كل مدينة تخوانا بتلاقي حدود، عليه سهل ولكن ما هو سهل. تقدر تشوف سان دييغو حدود دروك عندك الحديد اللي هاود هكا، كامل حدود هذاك ما بين المكسيك وامريكا. So people are dreaming to cross this? Yeah, a lot of people down from what would be south of Mexico, they have that. في تقريبا شي 400 في العلاوة ولا أكثر، والناس كيخترقوه. It's called the American Dream. So they come over here and then a lot of people try to cross over and a lot of them are not successful. بتقول لك افتحوا مكان عشان يقدروا يحكوا مع بعض، في عائلات هون مش قادر تزور العائلات اللي هناك. راه ماشي غير الجزائر والمغرب اللي فيهم الحدود مبلعه وكدا، شوفو كاين هادو عائلات كيتلاقاو عند الحدود وكيبقاو. Called the friendship park. They opened this door and then there's a little park in there and then you can see your relatives and stuff. It's not open because people can smuggle things and you know. So this is the actual door. Meaning California has the world's fourth largest economy. فتخيل انه هاي الحدود تفصل للحلم الامريكي. الناس كلشي كتحلم تمشي لامريكا، سبحان الله. كلشي الناس كتحلم، كما حنا هنا في افريقيا الناس كلشي كتحلم تمشي لاوروبا. حنا امريكا تقريبا القليل اللي كيحلم يمشي لامريكا، ولكن اوروبا الاغلبيه كيبغيو يمشيو لاوروبا. ما نعرف تاكو، هاي مدينه التاكو في المكسيك، بس كمان بتحس بمعاناة الناس اللي بتحاول تعبر ومش قادرة، بتحس بمعاناة كثير من اخواننا. المعاناة نتاع الناس مع الحدود
نحكي اليوم هذا اليوتيوبر، هذا اليوتيوبر ترشدك عليه بزاف، كيدير لي فيديوهات لي فلوغر واعرين، عنده تصوير من روعة روعة روعة. ما عرفش البلاد منين هو، ولكن متبعه سبحان الله، كيدير عنده فيديوهات اصلا. فيصل فلوغ انسبيري من هذا الشخص هذا، وكيدير شي محتوى رائع 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 بزاف. يا سميتو جوها طاب، ولا كيسميلو معاه هكا، عنده فيديوهات روعه حول العالم. كمان كثير ناس تهرب من بلادها بسبب الحروب والفساد كثير. هاي الجزيره كلها بالمكسيك اسمها باخا كاليفورنيا، ومعناها جنوب كاليفورنيا جزء منها. هذا هو الفيديو ديالنا، اتمنى يعجبكم، ما تنساوش لي لايك بارطاج وتحياتي.